صالح حمود العلي، عضو في لجنة الصحة بناحية الشدادي. قمنا بالتنسيق مع لجنة مكتبة البلدية، مكتب التموين بالبلدية، من أجل جولة على الصيدليات من أجل الأدوية المنتهية الصلاحية، وتم ضبط كمية كبيرة من الأدوية بعد التنسيق مع مكتب التموين. طبعا هذه الأدوية هي تتضمن إبر التهابات مثل ديكسا، ديكلون، روز، وتم ضبط أيضا شرابات سعال والتهابات، وتم ضبط أيضا أدوية ثانية يعني مثل حب التهابات، حب سيتامول، حب رأس. طبعا بعد ما قمنا بالجولة على الصيدليات وإلقاء ضبط هذه الأدوية، كل صيدلية طبعا لقينا عندها أدوية موجودة بالصيدلية تم مخالفتها من قبل مكتب التموين، وكانت طبعا هذه المخالفة رمزية تنبيه له بمخالفة مشان ما يعيدها يعني مرة ثانية. طبعا هذه الصيدليات كان عدد الصيدليات اللي تم ضبط الأدوية منها ومخالفتها هي 7 طبعا بناحية الشدادي.